انطلقت في قضاء الحمزة الشرقي في محافظة القادسية تظاهرات شعبية كبيرة احتجاجا على استمرار سوء الخدمات والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. ورفع المتظاهرون لافتات ترفض واقع الانقطاع المستمر للكهرباء، وأخرى تطالب السلطات الحكومية بتنفيذ وعودها بشأن معالجة الأزمة. فلنشاهد. بس من رصتكم راح مع الاواديك حسين الشيخان خالد سكت ربعك بروح الحمزه. بس شغله واحده اسمعوها، او اذا انا اجامل او اكذب هذا الحمزه خصيمه الى ما قلت كذاب ابن كذاب. بشرفكم بغيرتكم المال مال الحمزه ينشرب مال الحمزه.